رجعنا معاكم مشاهدينا مرة تانية. بما ان فقرتنا الاولى كانت جادة، حبينا نتكلم الفقرة التانية عن حاجة خفيفة وايجابية بتخص الشباب عامة. بنسمع كتير عن مشاكل عند الشباب، وهي سكوت الشعر وخشونته ونشفانه، وكانت معظم الاسباب هي جل الشعر. وظهرت شركة جديدة اسمها بلاك جل، ابتدت انها تعالج الجوانب السلبية اللي بيتسبب ليها جل الشعر. فكرة الشباب بدأوا ينفذوها ويشتغلوا عليها، وهو منتج كتير من الشباب بيطلبوه وبيستخدموه كتير جدا، وهو منتج جل الشعر. معانا في حلقتنا النهاردة مدير عام لشركة بلاك جل، أستاذ أحمد عادل، هيشرح لنا تفاصيل المنتج الجديد اللي قدر يعالج الجوانب السلبية. برحب بحضرتك أستاذ اهلا أحمد بكم، عادل. مبسوط جدا ان انا طالع معاكم النهارده ان شاء الله. برحب بحضرتك. اهلا بك. خليني أسألك، ايه مميزات المنتج؟ طيب، وإيه اللي يخليه يختلف عن غيره من المنتجات؟ خلينا نتكلم بشكل واضح شوية. احنا قبل ما نبتدي تصنيع منتج بلاك جيل، عملنا دراسة كاملة في السوق عن الجوانب السلبية اللي بيسببها أي نوع جيل موجود في مصر، ولقينا إن في 4 جوانب سلبية منتشرين جدا في أنواع كتير للجيل، وهم التقصير بتاع الشعر، فقدان الرطوبة، التساقط. فابتدينا قبل ما نبتدي نصنع اللي احنا عايزين نطلع منتج بيحل او ما بيسببش المشاكل ديت. فده خد مننا وقت بتاع حوالي 3 شهور عن تجارب مع شباب، ناس شعرها كويس وناس عندها اصلا مشاكل سكوت شعر، عشان ما نواجهش معاهم المشاكل ديت بعدين. تمام. طب ازاي الشباب يختاروا المنتج الجلي بتاعهم؟ طيب، اولا للاسف الشعب المصري واخد فكره ان لازم الجل بسعر رخيص، هو لان طبعا يعني احنا كلنا عارفين ان معظم انواع الجل عامه بتبقى ضاره للشعر. ما هي دي فكره او معتقد عند الشعب المصري كله، ان لازم علبه الجل او كيس الجل اللي انا بجيبه يبقى سعره قليل عشان يمشي في السوق. وعلى فكره يعني، واحنا قبل ما نبتدي تصنيع المنتج بتاعنا، احنا الحمد لله نازلين بكواليتي عاليه جدا بسعر هنقول متوسط، مش عالي ومش يعني رخيص. قبل ما نبتدي قابلت ناس كتير جدا كانوا بيقولوا لنا لا لا، خليك في الشغل اللي هو الكواليتي الضعيفه عشان تبيع كميات اكبر. بس انا مش معترف بكده، انا شايف ان الشعب المصري عموما يستحق ان احنا ننزل له بمنتج كويس، حتى لو سعره هيبقى اعلى شويه، بس مش بيسبب جوانب سلبيه او اضرار على المدى البعيد او المدى القريب. فابتدت الفكره عندنا اللي احنا هنا لا، لازم نعمل منتج بكواليتي يناسب او ما يسببش اضرار، حتى لو هيبقى سعره ازيد شويه من الاسعار اللي في السوق. وعلى فكره لو هنقارن المنتج بتاعنا بالمواد الخام اللي فيه بالمنتجات المشابهه ليه الاجنبيه، هنلاقيه على فكره سعرنا اقل بكتير منهم. تمام، انما لو هنواجهه بالمنتجات الموجوده عندنا في مصر، لا يعني بسعره زاد شويه، لكن كمواد موجوده عندنا احنا نفذنا فكره ان احنا ننزل بمنتج نظيف باختصار يعني. تمام. عرفت ايه من الاعداد ان المنتج اجنبي؟ هل انتوا بتستوردوه من بره ولا بتصنعوه هنا لو كان في مصانع؟ نيجي برضو للنقطه اللي فاتت. احنا عملنا دراسه في منتجات اجنبيه، ايه المواد اللي هم بيستخدموها للجل بتاعهم يعني، وابتدينا اللي احنا ننفذها هنا. طيب انا عشان احنا كنا ناويين الاول نستورد المنتج من بره، يعني نصنعه بره مصر ونستورد، بس لقينا ان الموضوع هيبقى يعني سعر العلبه هيبقى زايد شويه على المواطن المصري. فابتدينا اللي احنا لا، صاحب الشركه عندنا بصراحه كان موفر لنا اعلى الامكانيات اللي احنا ممكن نحتاجها لتصنيع اعلى منتج موجود في العالم بالنسبه للجل بصراحه. فابتدينا اللي احنا نجيب الطرق الحديثه لصناعه الجل خارجيا على اعلى دول في العالم كلها، وابتدينا اللي احنا ننفذها هنا بدكاتره اصلا موجودين بره مصر. وطبعا الحمد لله واخدين تصريح من وزاره الصحه للمنتج بتاعنا ده، يعني منافس لاعلى المنتجات اللي موجوده على الوطن العربي مش مصر بس. تمام. بيبقى في منتجات بتتاثر بدرجه الحراره، هل بلاك جل من المنتجات دي؟ طيب، شكل العلبه لو نلاحظ شكل العلبه كده هنحس ان هو تقيل شويه، وديت مش حاجه جت صدفه او يعني اخترناها كده وخلاص، لا احنا قبل ما نختار الاول الديزاين بتاع العلبه او الماتيريال بتاعت العلبه نفسها بتاعت الجل، قررنا ان هي لازم تكون الخامه بتاعت العلبه تقيله جدا تستحمل درجه حراره عاليه. لان انا بصراحه مش ضامن الموزعين بتوعنا اللي هم ياخدوا مننا المنتج نفسه هيخزنوه بطريقه عامله ازاي. انا يهمني العميل لما يوصل له المنتج يوصل له المنتج على اعلى مستوى ومش متسبب في اي ضرر بسبب التخزين. فاخترنا علبه بكواليتي معينه عاليه جدا اللي هي تستحمل درجه حراره عاليه، بحيث ان المنتج في النهايه يروح للعميل بشكل قوي جدا ما يتاثرش بسبب التخزين، ففي النهايه الاسم بتاع الشركه بتاعنا يتضرر.
طيب ايه الطريقة الصحيحة اللي يقدروا يستخدموا بيها منتج بلاك جل؟ طيب بالنسبة للموضوع ده، طبعا هو انا يعني مش دكتور عشان اقول الطريقة ديت، بس يعني على حسب ما جمعت معلومات من الدكاترة اللي معانا في الشركة، عشان هم حاليا دلوقتي في باسة بره مصر، عشان ان شاء الله المنتج بتاعنا هيبقى موجود في اكتر من دولة عربية. ان شاء الله. هو الطريقة الصحيحة لاستخدام اي جل عموما، اي جل اللي انا مش بوصل المادة نفسها لفروة الرأس، اي يعني بحاول استخدم الجل بتاعي بدهن كميه صغيره جدا وبحطه على شعر راسي من فوق كده، يعني ما نزلش الماده على الفروه او ادعك ايديا في فروه راسي نفسها، عشان الجل لما بيوصل لفروه الراس ده بيعمل انسداد في البصيله نفسها بتاعه الشعر وبيمنع الاكسجين منها، فبالتالي ده بيؤدي لسقوط الشعر. طيب في منتج بلاك جل عاملين حاجه تميزنا الحمد لله في الوطن العربي كله، ان الماده بتاعتنا فعلا لما بتتحط على الشعر من فوق مش مع الوقت بتنزل في جذر الشعر نفسه او في البصيله بتاعه الشعر. واكبر دليل على كلامي ان انا دلوقتي ممكن افتح العلبه ديت. اتفضل. طب اتفضل. تمام. تمام. ما بينزلش. هو العلبه مليانه اصلا. اوكي. تمام. فاحنا ثابت المنتج بتاعنا ثابت جدا. ثابت جدا. المنتج بتاعنا بيميزه اللي هو لما بتحطيه على الشعر، يعني لما الشاب بيستخدمه على شعره عموما ما بينزلش لفروه الراس، وبالتالي بيمنع اي اضرار جانبيه ممكن الشاب يواجهها على المدى البعيد من سقوط شعر بقى ومن فقدان لون الشعر الاساسي. طيب سؤال، هو الكريم او الجل ده بيستخدموا بنات كمان ولا الولاد لا فقط؟ يعني ده كمان منتج للشباب للبنات؟ بس. شباب بس. لان هو اساسه اصلا اللي هو تثبيت الشعر، يعني اساس اقوى حاجه فيه اللي هي بتثبت الشعر، وكمان مش بتغير لون الشعر، ودي ميزه برضو موجوده عندنا الحمد لله في المنتج بتاعنا. اللي فيه منتجات كتير جل موجوده في السوق دلوقتي على المدى البعيد من استخدامها بتلاقي لون الشعر بتاع الشباب اتغير شويه، تلاقي الشباب بيلجأوا للموضوع بقى الصبغه السوداء او الحنه السوداء عشان يعالجوا اللون اللي اتغير في شعرهم. فالحمد لله احنا عالجنا كل الكلام ده كله. احنا كمان ضايفين حاجات طبيعيه بتساعد على نمو الشعر، يعني هو كجل ما بيضرش، احنا ضفنا كمان مواد طبيعيه بتساعد على نمو الشعر زي زيت الزيتون، زي الصبار، فالحاجات دي اصلا بتساعد يعني بتقوي الشعر في الاساس. مظبوط. تمام. هو انا كنت عايزه اعرف المنتج هيبقى موجود على مدار مصر كلها امتى؟ خلال الشهر ده المنتج هيبقى موجود في 3 محافظات، القاهره، الجيزه، اسكندريه. ان شاء الله من بدايه شهر 12 هيكون موجود على جميع محافظات مصر. وعلى فكره بمناسبه السؤال ده، احنا عاملين مبادره اللي احنا طالبين، يعني هنستقبل عدد كبير جدا لو في حد بيدور على الشغل، وعاملين كمان مبادره اللي احنا طالبين موزعين على مستوى الجمهوريه كلها. حلو جدا. طب هو في الفتره اللي جايه هيبقى في اختلاف في احجام ومواصفات العلب؟ ان شاء الله اكيد هيبقى في احجام اصغر من ديت واحجام اكبر منها. تمام. طيب في حاجه بتميزه؟ طيب المنتج بتاعنا طبعا بيميزه كتير عن المنتجات الموجوده في السوق المصري زي ما اتفقنا، اللي احنا المنتج بتاعنا الماده الوحيده اللي موجوده في مصر والوطن العربي اصلا من بلاك جيل، هي اللي ما بتقعش على فروه الراس، ما بتنزلش لفروه الراس نفسها، فبالتالي احنا المنتج الوحيد فعلا اللي مستحيل هيسبب لك اي ضرر لو استخدمته بالطريقه الصحيحه اللي انا لسه قايل عليها، اللي هو تحط كميه. على فكره العلبه ديت هي 250 جرام، انت بتحط كميه قليله جدا منها على ايدك و تبتدي تستخدمها وما توصلش الجل لفروه راسك، يعني علبه زي دي لو استخدمتها كل يوم هتقعد معاك حوالي من 50 ل 60 يوم. طب اسعارها نزلت ولا لسه؟ الاسعار نزلت، سعر العلبه هيبقى للمواطن المصري ب 20 جنيه، يعني هي هتوصل للمواطن ب 20 جنيه. هو في اسعار للمواطن المصري والمواطن لا لا خلينا نتكلم في مصر يعني. طيب تمام. كنت بره واحنا قبل ما نطلع هوا كنت قايل لي ان في فرص عمل. احنا طالبين عندنا في الشركة موزعين وطالبين مندوبين بأعداد كبيرة جدا، يعني ممكن نستقبل يعني بتوفروها للشباب. فرص عمل متوفرة الشهر ده للشباب. ده داخل مصر صح ولا بره كمان؟ داخل مصر. لا داخل مصر دلوقتي. تمام. داخل مصر في فرص عمل متوفرة كتير جدا للشباب لو عايزين يشتغلوا موزعين او مندوبين. حلو جدا. تمام. طب انا عرفت انكم عاملين تجربه مميزه لمده شهر على الناس اللي عندهم تساقط شعر. السؤال ده مستنيه بقى. طيب احنا في بدايه اول ما صنعنا المنتج كان عندي فضول كبير جدا اللي انا عايز اعرف المنتج ده هياثر بالسلبيه على الناس اللي عندها اصلا مشاكل في شعرها ولا لا، يعني في واحد مثلا ممكن يكون شعره سليم يستخدم المنتج ما ياثرش عليه، ده ممكن يكون مثلا عشان الشعر عنده قوي او ما عندوش اصلا مشاكل في شعره. طيب هل لو حد بالفعل اصلا عنده مشاكل في الشعر وبياخد علاج ليها هل هيأثر عليه
ولا لا؟ طيب تمام. احنا عملنا تجربه ان هو لو انت بتاخد، انت في مرحله علاج اصلا تقدر تستخدم الجل بتاعنا ده بس باستخدام معين معين، يعني تستخدمه مرتين في الاسبوع او 3 مرات مش اكتر، ومش هياثر عليك في مرحله علاجك. تمام. فدي تجربه احنا عملناها الحمد لله ويعني نجحت بنسبه 90%. تمام. طب هو مفيش مثلا يعني فكره ان حضرتك ان انتوا ممكن الشركه بتاعتكم يعني تصنع منتج للبنات، ولا هو كله للجل بس؟ والله هو الشركه المصليه نفسها ان شاء الله في المرحله اللي جايه هنبتدي ننزل اكتر من برودكت يخص طبعا البنات، فان شاء الله هنعلن عن الموضوع ده في شهر 1 اللي جاي باذن الله. تمام. طب هو هيبقى المنتج جل بس للولاد، بالنسبه للشباب هيبقى جل بس ولا في ممكن كريمات او حاجات عنايه بال في بال ان شاء الله في كريم برضو للشباب نازل الفتره الجايه. تمام. هيبقى ده كريم شعر للشباب. تمام. بالنسبه للبنات ان شاء الله ننزل حاجات برضو ليها على شهر 1 اللي جاي، كريم شعر وننزل لهم اكتر من حاجه يعني بخصوص البشره والكلام ده كله. حلو جدا. طيب بالنسبه للعلب دي، هو العلب دي يعني احجام واحده بس ولا في احجام مختلفه عندكم؟ لا لا، في عشان انا شايفه ان هم يعني كلهم قد بعض. الحجم واحد حاليا، الحجم واحد. تمام. تمام. الفتره الجايه ان شاء الله نبتدي ننزل حجم اقل شويه منه. وفي المرحله اللي جايه برضو عشان يعني في فئه هنبتدي نعمل لها الاكياس الصغيره عشان يتناسب مع جميع فئات المصريين. الاكياس الصغننه اللي بتتباع تمام. بس اللي مأخرنا على موضوع الاكياس دلوقتي اللي احنا عايزين نعمل برضو كيس يناسب درجه الحراره او طرق التخزين الغير صحيحه اللي ممكن نواجهها بره، فهو ده اللي مأخرنا شويه. زي ما عملنا علبه بكواليتي عاليه اللي هي تستحمل درجه حراره عاليه او تستحمل مثلا طرق تخزين غير صحيحه، لا احنا برضو اللي مأخرنا شويه على موضوع الاكياس ده، اللي احنا بندور على يعني او بنصنع نوع معين يستحمل درجه حراره عاليه وطرق تخزين يعني هنقول متوسط. بس حلو قوي فكره ان انتوا تعملوا المنتجات في اكياس علشان برضو التوفير بالنسبه لحد مش ما عندوش المقدره ان هو يشتري العلبه مثلا، ممكن يبقى الكيس بالنسبه له يعني احسن. هو يعني خلينا نتكلم في فئه ديت انا هعمل لها اكياس كده او كده الفتره اللي جايه. حلو بس جدا. لو هنتكلم مثلا في سعر العلبه، هي العلبه دي 28 جنيه تقعد معاكي من 50 ل 60 يوم، يعني تقعد معاكي مثلا خلال شهرين. يعني الاكياس ما اعتقدش ان هي تبقى متوفره بشكل كبير قوي عشان العلبه اصلا سعرها اوفر. لو مثلا حد ده هيشتري هيقارن العلبه دي مثلا بسعرها بالاكياس اللي موجوده عموما يعني في السوق المصري كله. تمام. لا، هي العلبه دي هتبقى اوفر. هو المشكله مش في اوفر وكده بس، لا هو الاكياس كمان ممكن يقدر ياخدها معاه في جيبه في اي مكان يتحرك بيها. لو مثلا عنده مشوار مهم او حاجه ومستعجل وما لحقش ان هو يحط من الجلد ده، فممكن ياخد معاه الكيس يا عادي. يا هدير بتتكلم على مشاوير. على فكره بمناسبه الموضوع ده احنا بنناقش دلوقتي حاليا اللي احنا هنعمل انابيب صغيره بشكل جديد للجل. انابيب حجمها فكرة مثلا عبقريه بصراحه، حلوه مثلا قد الصباعين دول كده، فكره حلوه، بحيث ان هي تتشال في الجيب وتتقفل وتتفتح. طب ده حلو جدا. دي بنناقشها ان شاء الله الفتره الجايه. بس برضو اللي احنا وهتبقى اسعارها برضو متفاوته ولا الى حد ما يعني؟ لا لا، هتبقى مناسبه جدا للجميع. وهي بس اللي مأخرنا اللي احنا قبل ما بنعمل اي حاجه لازم بنديها تجربه اقل حاجه شهر، اللي احنا مثلا نحطها في درجه حراره عاليه لمده شهر، لان المنتج بتاعنا نازل السوق لازم يكون ما فيش اي جوانب سلبيه فيه في اي حاجه. تمام. طيب بالنسبه للمنتج، لو مثلا اتعرف واتشهر والناس بقت بتشتريه، في ممكن تتعلوا من سعره بعد كده؟ الأسعار. لا لا لا، مش بالنسبه للسعر هيفضل زي بس ما هو يعني مع اختلاف العلب يعني بعد عمر طويل بس يعني. مثلا بعد ممكن يعني اختلاف العلب لو كبرت شويه او كده سعرها طبعا هيختلف. اكيد طبعا. لو حجم العلبه كبر السعر هيختلف، لو حجم العلبه صغر السعر طبعا هيبقى اقل من 20 جنيه. بس عموما في الوضع الحالي اللي احنا فيها ده يعني لا، السعر ثابت زي ما هو. احنا ثابتين على السعر بتاعنا يعني. حلو مش هنزود لما نشتري والكلام ده كله يعني. حلو جدا. طب العلب هتبقى متوفره فين؟ في اماكن معينه هتبقى متوفره فيها؟ العلب ان شاء الله هتبقى متوفره في الجيزه والقاهره واسكندريه في كل الاماكن اللي انت قلت. محافظات مصر كلها؟ لا، في الشهر ده محافظات مصر كلها، من هنقول مثلا بدايه شهر ابتداء من شهر 1. هنقول شهر 12 ان شاء الله هنكون متواجدين في اكتر من محافظه على مستوى مصر كلها. تمام. بس الشهر ده موجودين في القاهره والجيزه واسكندريه، وكمكان مثلا تشتري منه اوريدي هيبقى في كل الصيدليات طبعا. ممكن نلاقيه في سوق بنسبه كبيره، هنلاقيه في السوبر ماركت اللي حوالينا في قريب مننا يعني من بيتنا وكده. يعني مش هيبقى في صعوبه لحد يعني يشتري المنتج بتاعنا، لا هيبقى متواجد بشكل كبير جدا، لان احنا الحمد لله عندنا مندوبين، عدد كبير جدا من المندوبين هيبتدوا الشغل ان شاء الله من يوم السبت اللي جاي، فهيبقى متوفر في اماكن كتيره جدا جدا جدا. تمام. بس في حضرتك المنتجات اللي بتعمل ضجه في السوق دايما بتتقلد، في المنتج بتاعكم حاجه معينه الناس تعرف ان ده المنتج الاصلي؟ بس اولا هقول لك على حاجه، مستحيل مستحيل البرودكت بتاعنا يتقلد، لان احنا عاملين طبعا مواصفات تانية بره مصر، فمستحيل هي تتقلد كبرودكت من جوه. ماشي.
اللي هيشتري العلبه بتاعتنا طبعا اي حد يقدر يقلد الشكل بتاعنا، واحنا طبعا لو عرفنا بحاجه زي كده هنبتدي نتخذ الاجراءات القانونيه ضده فورا، يعني مش هنسمح بحاجه زي كده اللي هي تنزل في السوق المصري. تمام، لان احنا اصلا مصرحين من وزاره الصحه والاسم بتاعنا خلاص يعني بوثق لينا احنا. بالنسبه بقى لو حد يعني اللي هو يحاول يقلد البرودكت بتاعنا من جوه، لا مستحيل حد يعرف يقلده، احنا بمواصفات بره مصر اصلا مش مصر. حلو جدا. طيب بالنسبه لنسبه الثبات، الوقت بتاع الثبات بيقعد فتره معينه وبعد كده خلاص، ولا ممكن يقعد مثلا 24 ساعه يوم كامل؟ لا خلينا نتكلم اصلا كده او كده، يعني نصيحه لاي شاب بيستخدم الجل طبيعي، هو مثلا بيحط الجل على شعره 8 9 ساعات بتاع لو خارج يعني، هو لما بيخرج مثلا اول ما يروح البيت المفروض لو يغسله بشامبو اللي هو بيستخدمه. دي نصيحه لاي شاب، لان يعني الجل ما ينفعش اللي انا استخدمه في شعري ومثلا يعني يعني اقضي طول اليوم بيه كله. ده لا ده طبيعي في اي منتج اصلا جل. لا انا لازم بعد ما اخلص اغسل شعري في نهايه اليوم بتاعي وبعد كده بنام. قدرتوا تعالجوا الجوانب السلبيه بانكم تحطوا حاجات طبيعيه؟ حاطين حاجات طبيعيه، ضفناها بالفعل الصبار وزيت الزيتون، وفي مواد طبيعيه كتير جدا طبعا الدكاتره بتوع الشركه عندنا عندهم خلفيه يعني بيها كتيره جدا. ابتدت اللي هي لا احنا يا جماعه يعني احنا قررنا ان احنا مش هنبعد عن الجوانب السلبيه اللي بيسببها اي منتج، بس لا احنا عايزين كمان يعني ندي على قد ما نقدر حاجه افاده للفروه بتاعت او للشعر عموما بتاعت الشباب. مش شرط ليه الجل مثلا انا بستخدمه عشان هو يثبت لي شعري او يدي ريحه كويسه لشعري. طيب اوكي، ما انا ممكن يعني اعمل الاستخدام ده في حين ان انا كمان ادي له افاده لشعره. احنا الحمد لله توصلنا للامكانيه ديت اللي احنا ننزل مواد طبيعيه بتفيد الشعر بتاع الشباب. تمام، حلو جدا. طيب بالنسبه لشكل العلبه، مفيش فيها مش تغيير. هيبقى في اي تغيير ولا في الالوان ولا في الحجم ولا في الوقت الحالي؟ لا بالحجم ده مش هيبقى فيه اي تغيير بشكل العلبه، عشان لو الناس يعني الوقت الحالي اعتقد على يعني ممكن سيزون مثلا شهر 6 اللي جاي نبتدي ان احنا نجدد من شكل العلبه بتاعنا شويه يعني. تمام، بس مش قبل شهر 6 اللي جاي. ففي الوقت الحالي لا اي شكل للمنتج بتاعنا غير الشكل ده لا، ده مش طبعا. تمام. طب احنا صورنا العلب علشان بس الناس تبقى عارفه شكل العلبه كويس. كويس جدا. واكيد لو في تغيير في شكل العلبه طبعا هتنوهوا على البيج بتاعتكم على الفيسبوك او ايا كان هتبقى فين. اكيد طبعا اكيد للناس. انا بس حابب الفت انتباه الشباب لحاجه اخيره، يا جماعه بلاش نستخسر بجد اللي احنا نشتري مثلا جل بسعر رخيص. يعني في منتجات تانية جل بنفس الحجم ده متهيألي بلاقيها بسعر قليل جدا جدا جدا، حتى بستغرب يعني انتوا مصنعين المواد بتاعتكم من ايه؟ فبلاش نستخسر بجد في الجل اللي احنا نشتريه، لان اي حاجه بنوفرها دلوقتي ممكن نصرف اضعافها بعدين في علاج شعرنا. صح. شكل العلبه معاكم يا جماعه اهو على الشاشه، لو في اي تغيير اكيد استاذ احمد مدير المصنع اكيد طبعا بدا. هيصرح بده وهينوه عنه على البيج. مظبوط. طيب تمام. طيب للشكاوي، لو في مثلا شكاوي من المنتج حاليا يتواصلوا على الرقم اللي موجود على الشاشه، لو في اي شكاوي بالنسبه للمنتج يتواصلوا معانا، بس ان شاء الله انا واثق مش هيبقى في اي شكاوي يعني. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. معانا تهنئه تتقدم اسره البرنامج استاذ خاتم تامر خطاب بخالص التهاني القلبيه للاستاذ هاني الحداد بمناسبه افتتاح مكتبه للمحاماه هيثم الحداد بمناسبة افتتاح مكتبه للمحاماة والاستشارات القانونية، ونتمنى له دوام التوفيق. يا رب بالتوفيق إن شاء الله. دي صور المكتب يا جماعة وبنهنيه عليه. تمام. أستاذ هيثم الحداد بنتمنى لحضرتك دوام التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. بنشكر حضرتك أستاذ أحمد عادل مدير عام لشركة بلاك جيل، وفي نهاية حلقتنا يا رب نكون نلنا إعجاب حضراتكم. يا رب تكونوا استفدتوا من حلقتنا، واستنونا يوم الاثنين القادم في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج نحو الهدف. كانت معكم هدير سامي وأمنية أشرف.